طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله ده تشابتر 10 بيتكلم عن الاستيميشن. طيب المين بوينتس اللي هتكون موجوده عندنا في التشابتر ان شاء الله، اول حاجه الكونسبت اوف الاستيميشن، ايه هو الاستيميشن يعني ايه. بعد كده ثاني حاجه الفرق ما بين كلمه اسمها او مصطلح اسمه استيميتر وحاجه ثانيه اسمها استيميت. بعد كده ثالث حاجه البوينت فيرسز الانترفال استيميتر، ايه الفرق اللي ما بينهم وانهي فيهم الاحسن وانهي فيهم بنستخدمه اكتر. رابع حاجه كواليتي الاستيميتر اللي احنا بنستخدمه. خامس حاجة هنعرف ازاي الاستيميت المين وانا معايا الستاندرد ديفيشن استيميت المين، والستاندرد ديفيشن از نون مش انون، والانفورميشن وعلاقتها بالويب بتاعت الانترفل. واخر حاجة خالص ازاي بتديفاين الاب اللي هي الستاندرد سورس. واحدة واحدة كده هنبتدي بأول بوينت عندنا الـ concept of الاستيميشن. ايه هو الاستيميشن اصلا؟ الـ concept of الاستيميشن، فاول حاجه الـ concept of الاستيميشن. ايه هو الاستيميشن؟ الاستيميشن ببساطه ان احنا اللي هو how to estimate، او بلاش estimate يعني كده بنقول نفس الكلام، how to get an approximate value for a population parameter on the basis of sample statistics. الاستيميشن بصفه عامه هي ازاي ان انا اعرف اجيب فاليو يكون قريب جدا من البوبيوليشن بارامتر باستخدام سامبل ستاتستيك، بدل ما ابتدي ان انا احاول اجيب البوبيوليشن بارامتر ان انا ابتدي اسال البوبيوليشن كله، لا انا هستخدم ستاتستيك سامبل سايز اقل بكتير قوي من البوبيوليشن، وفي نفس الوقت هحاول ان انا اجنرالايز من الفاليو بتاعت السامبل ستاتستيك دي على الفاليو بتاعت البوبيليشن بارامتر، وانظر ان هي ما تبقاش 100% ايكوال ولكن تبقى بشكل كبير جدا قريب. وده هنعرفه ازاي؟ من خلال التشابتر. المين فوكس بتاعنا هنا على بوبيليشن بارامتر واحد وهو المين. ده هيكون المين فوكس بتاعنا عليه، ان احنا ازاي نجيب البوبيليشن مين باستخدام السامبل ستاتستيك اللي هو هيكون الاكس بار. طيب تاني نقطة في عندنا مصطلحين، أول حاجة حاجة اسمها الاستيميتر وحاجة اسمها الاستيميت. ايه الفرق ما بين الكلمتين دول؟ الاستيميتر هنا هو الرول from which we estimate the population parameter. تمام؟ زي مثلا زي ما هناخد بعد كده ان الاكس بار هي استيميتر فور الميو. تمام؟ فهي الاكس بار ده عباره عن رول من خلاله بن استيميت البوبيليشن بارامتر. طب ايه هي الاستيميت؟ الاستيميت هي الفاليو اللي بتطلع من الفورمولا دي او من الرول ده، فهي الفاليو فروم ذا استيميت. تمام؟ طيب فهو باختصار احنا ده الاستيميشن قلنا ان احنا ازاي نطلع الفاليو بتاعه البوبيليشن بارامتر يوزنج الستاتستيك فروم ذا سامبل، بدل ما اسال 80 مليون عند كلهم حسب 1000 واحد بس هتدخله، من خلال ال 1000 دول هبتدي اجنرالايز على ال 80 مليون. بعد كده عندي اثنين مصطلحين تانيين هتكلم. الاستيميتر هو الرول اللي بنستخدمه عشان نطلع عشان
عشان نعمل الاستيميشن او الاستيميشن بروسس بتاعتي، زي مثلا اكس بار هو ده الرول اللي انا هستخدمه عشان اعرف اعمل استيميشن بروسس فور المين. تمام؟ طيب ايه مين الاستيميت؟ هي الفاليو اللي هتطلع من خلال الاستيميشن، يعني الاسم في الاخر اللي هيطلع ده انا هقول مثلا ان 95% من المصريين دخولهم ما بين 1000 ل 5000، فهو ده كده الاستيميت اللي انا طلعته. تمام؟ طيب ندخل على البوينت اللي بعدها، وهي ايه نوعين من الاستيميترز او نوعين رئيسيين من الاستيميترز، البوينت استيميتر والانترفل استيميتر. نعرف الفرق اللي ما بينهم وعندي فيهم اللي بنستخدمه اكتر من الثاني. فعندنا اول حاجه البوينت استيميتر، وده سهل جدا فكرته بسيطه جدا. وثاني حاجه الانترفل استيميتر. البوينت استيميتر هي عباره عن ايه؟ البوينت استيميتر ان انت تدرو inference about to draw inference about the parameter using a single value. يعني مثلا انت هتيجي تمسك 10، انت دلوقتي مثلا احنا عندنا في الكليه في قسم انجلش انا اقول عندنا 600 ولد، تمام؟ هنمسك مثلا 50 واحد نشوف درجه امتحان الستاتستكس بتاعت الميتر بتاعتهم كام؟ بافتراض ان الافرج بتاع الدرجه طلع مثلا فنفترض 3 اوت اوف 4، جميل؟ فاروح قايل الافرج مارك فور ذا 600 ستودنتس از 3 اوت اوف 4. ايه اللي عملته هنا؟ ان انا رحت عامل انفرنس اباوت البارامتر اللي هي المين بتاع ال 600 ستودنت باستخدام اسنجل فاليو اللي هو الاكس بار بتاعت ال 50 ستودنتس او وات ايفر بقى السامبل سايز اللي انا هختاره. تمام؟ فده كده البوينت استيميت. طب هل ده ليه عيوب؟ اه طبعا ليه عيوب كبيره جدا. ايه العيوب بتاعته؟ اول حاجه ان عمر ما الاكس بار هتبقى هي هياها النيو. ليه؟ مش احنا خدنا قبل كده ان الديستريبيوشن بتاع الاكس بار هو نورمال، ده كده الديستريبيوشن بتاع الاكس بار، وخدنا ان هو نورمال والمين بتاعه هو النيو. تمام؟ فانا البروبابيلتي ان الاكس بار تطلع ايكوال النيو هتطلع زيرو. ليه زيرو؟ عشان في النورمال ديستريبيوشن ما عندناش حاجه اسمها ان الفاليو بتاعي يكون ايكوال سيرتن فاليو. عندي حاجه اسمها ان هو يكون بتوين تو فاليوز، بس ان هو يكون ايكوال سيرتن فاليو تبقى البروبابيلتي زيرو. فانا اللي بطلعه ده نسبه ان هو يكون صح بنسبه 100% هي صفر. فده من عيوب. في عيب تاني ليه؟ يعني it doesn't show how close ده اسمي from the mean. انا عرفت دلوقتي هو اداني فاليو معين بس ما قاليش والله هي قريبه قد ايه من المين حتى، يعني هو اكيد مش هو المين وما قاليش كمان هي قريبه قد ايه من المين. فده عينين موجودين بالنسبه للبوينت استيميت. طب الانترفال استيميتر ايه هو اصلا؟ هو ان احنا بندرو من اسمها حتى ندرو انفرنس about the parameter to draw inference about the parameter using an interval. تمام؟ فهنا هو بيعالج المشكلتين اللي كانوا هنا. اول حاجه هو مش بيدي بوينت فنسبه ان هو بيدي لك رينج فالمعلومه هتكون صح. تاني حاجة هو بيقول لك اللي هو اداهولك ده هو قد ايه قريب من المين. مثلا هيقول لك انا الريزلت اللي مطلعها دي هي 95% او هي كونفيدنت ان ذيس ريزلت مثلا with 95%. تمام؟ فهو حلل لنا المشكلتين الموجودين في البوينت استيميتر، وعشان كده غالبا بنستخدم الانترفال استيميتر. ده بيبقى ليه ابلكيشنز بس اقل كتير منه. تمام؟ طيب ممكن في اكزامبل هنا هيبين لي اكتر ايه فائده الاستيميشن. يعني مثلا هتكون واضحه قوي في كيس مثلا انا دلوقتي عايز اعرف ال فنفترض عدد المشاهدين او عدد الناس اللي بتحب تي في شو معين. تمام؟ فقدامي حل من اثنين، يا اما اروح اسال في الشارع بقى انزل اسال كل الناس كل البوبيليشن بتاعي هل انت بتحب تي في شو ده ولا لا؟ اللي هيقول لي يس فماشي يحبه، نو يبقى ما بيحبوش، واجمع البرسنتج في الاخر. وده حاجه بقى تاخد وقت كبير جدا جدا وجهد وفلوس وفي الاخر هي صعبه جدا ان هي تحصل. او البديل الثاني ان انا هبتدي اخد مثلا 200 واحد وهساله وهبتدي اعمل على التانيين. فده مثال نوعا ما بيبين فايده الاستيميشن عن ان انا
امشي بشكل طبيعي هو ان انا اسال البوبيليشن كله. طيب ندخل على البوينت اللي بعدها بقى. احنا هل الاستيميترز كلهم زي بعض؟ هل مفيش فرق ما بينهم؟ ممكن استخدم يعني عندي في الانترفيو استيميتر مثلا عندي ممكن استخدم كذا كذا استيميتر عشان اعرف اجيب منين؟ هل كلهم زي بعض؟ ولا في كواليتيز بتفضل استيميتر عن استيميتر تاني؟ لا هو في كواليتيز. طب ايه هي الكواليتيز دي بقى؟ عندنا 3 كواليتيز هناخدهم دلوقتي بالنسبه للاستيميتر. أول حاجة إن هو يكون unbiased. يعني إيه unbiased؟ unbiased estimator of a population parameter is an estimator whose expected value is equal to the parameter. يعني أنا في الآخر يكون الـ expected value of الـ estimator بتاعي يكون قد البارامتر. يعني لو بنتكلم على اكس بار وميو فلازم يكون الاكسبكتد فاليو في الاكس بار يكون ايكوال للميو كده الاكس بار دي انبايزد استيميتر. لو هنتكلم على الميديان مثلا لو كان الاكسبكتد فاليو اوف الميديان ايكوال للميو يبقى الميو كده يبقى سوري الميديان هو انبايزد استيميتر اوف الميو. طيب فاحنا خدنا من قبل كده من شابتر 9 ان الاكس بار هو الاكسبكتد فاليو اوف الاكس بار اللي هو المين اوف الاكس بار كانت ميو. فمعنى كده ان الاكس بار هو بالفعل unbiased estimator for الميو. المعلومه كمان اللي موجوده عندنا في الشابتر ده ان الميديان كمان هو unbiased estimator for الميو. فالاثنين دول هم unbiased estimators because the expected value of each of them is equal to the population parameter اللي هو الميو. طيب ده كده بالنسبه لان هو يكون unbiased. طب في واحد هنا بالنسبه يعني في estimator تاني لو حطيناه اللي هو المود. هل المود بايس استيميتر فور المين؟ لا. ليه؟ عشان الاكسبكتد فاليو المود يعني انا لما قعدت امسك سامبلز وجبت المود بتاع كل سامبل بعد كده شفت المين بتاع النودز دي هلاقيه مش ايكوال للميو. فمعنى كده ان المود از انبايس. جنرالي بس اللي هنركز عليه اكتر هو الاكس بار في الجنر. الاثنين بس اللي مجرد ان احنا نعرف الفرق ما بين البايس والانبايس. طيب ده كده بالنسبه للاستيميتر يكون انبايس. تاني حاجه ان هو يكون consistent. تمام؟ consistent estimator يعني ايه؟ طيب an unbiased estimator يعني هو من البدايه كان unbiased is said to be consistent if the difference between the estimator and the parameter grows smaller as the sample size grows larger. يعني كل ما ازود في sample size يعني انا فلنفترض ان مثلا المين بتاع الماركس بتوع ال 4000 طالب اللي هنا انا عارف ان هو مثلا لو امتحان من 10 انا عارف ان المين بتاع الماركس بتاع مثلا 1000 طالب هو 8 من 10. تمام؟ طيب جيت اخد سامبل مثلا من 30 واحد لقيت المين مثلا زي كان طالع 7.5. لو هو الاستيميتر اللي بستخدمه كونسيستنت لو انا زودت ال 30 دول خليتهم 60 هلاقي 7.5 دي واحده واحده بتقرب تحقيق الايت اللي هي المين بتاع البوبيليشن. فهو الاستيميتر is said to be consistent if when ال n اللي هي sample size increase لما نزود ال n اللي هي نزود ال sample size هنلاقي ال difference between estimator and the population parameter decrease. كل ما هزود السامبل سايز الريسبت بتاعتي هتكون اقرب للبوبيوليشن بارامتر. تعالوا نرجع تاني برضو للاكس بار، هل هو كونسيستنت ولا لا؟ الاكس بار هو عامه الديفرنس اللي ما بين الاستيميتر والبارامتر ممكن هو هنا عباره عن الفارينس اوف الاستيميتر ده، ما هو الفارينس عباره عن ان احنا بنجيب الديفرنس ما بين الفاليو والمين بتاعه. لو احنا عايزين نجيب الفاليوز بتاع اي داتا بنحسب الديفرنسز اللي ما بين كل فاليو في الداتا دي والمين بتاعها بنجيب افريج ده. فده اللي هو الفاليوز. طب الرول بتاع الفاليوز بتاع الاكس بار ايه؟
الفارينس بتاع الاكس بار كان عباره عن الفارينس بتاع الاكس اوفر ان. طيب هل كده كل ما هنزود الان في الاخر الفارينس هيقل ولا لا؟ هيقل. ليه؟ يعني هنا مثلا سي تعالوا نتخيل ان الفارينس هنا كان بتاع الداتا كان مثلا سي 10 تمام؟ لو عملت 10 اوفر 2 تطلع 5. طب لو زودت السامبل سايز شويه وخليتها مثلا 5 10 اوفر 5 لقيتها طلعت 2، معنى كده ان الفارينس عمال يقل، يعني الديفرنس اللي ما بين الاستيميتر والمين كل شويه عماله تقل لما بزود السامبل سايز. فكده نقدر نقول على الاكس بار ان هي كونسيستنت استيميتد فور ذا مين. طيب ندخل على الكواليتي الثالثه. وهي الـ relative efficiency. احنا خدنا اول two qualities، اول حاجة ان هي تكون unbiased estimate، وثاني حاجة consistent، ثالث حاجة ان هو يكون او هنسميها relative efficiency. ايه الـ relative efficiency ده؟ if there are two unbiased estimated، يعني انا لو عندي في 2 unbiased estimated او estimators تمام؟ the one most valid is smoother is said to have relative efficiency. يعني انا لو عندي، احنا قلنا دلوقتي ان الميديان والاكس بار الاثنين unbiased estimated for المين. لو بصينا على الداتا بتاعت الميديان، او لو خلينا الفاريبل بتاعي هو الميديان جبت الفارينس بتاعه والاكس بار جبت الفارينس بتاعه، هلاقي ان الفارينس بتاع الاكس بار اقل من الميديان. ذيرفور الاكس بار هو ريليتيفلي مور افيشنت، فذيرفور هستخدم الاكس بار لما اجي اعمل استيميتنج للميو، مش هستخدم الميديان عشان الفارينس بتاعه اقل فهيكون مور افيشنت. فدي كده تالت كواليتي واخر واحده فيهم وهي ان يكون ريليتيفلي افيشنت. طيب دي كده الكواليتيز بتاعت الاستيميت. البوينت الخامسة عندنا بقى وهي دي اهم بوينت في الشابتر، ازاي نعمل استيميشن او استيميتنج ميو وان سيجما از نون. احنا ما عملناش ان الاستيميت المين والسيجما مش نون، علينا بس وهي نون. وان كان واقعيا السيجما بتاعت البوبيليشن كله ما بتبقاش معروفه، ولكن ده اللي عليها في مبنى. طيب الاول احنا خدنا في تشابتر 9 ان انا لو عندي جراف زي كده وعندي هنا الحته دي ب 1000 اوفر 2 والحته دي ب 1000 اوفر 2، الزد دي هتتسمى نيجاتيف زد 1000 اوفر 2 ودي زد 1000 اوفر 2. البروبابيليتي احنا عندنا التوتال بتاع البروبابيليتي كلها 1، فهتبقى البروبابيليتي اللي ما بين نيجاتيف زاد 1000 اوفر 2 وزاد 1000 اوفر 2 هتبقى 1 ماينس 1000، عشان 1000 اوفر الحته دي بس الحته دي هتبقى 1000، فيبقى الحته اللي باقيه دي هي 1 ماينس ده بلس ده اللي هو 1 ماينس 1000، فيبقى عندي البروبابيليتي اللي بتوين نيجاتيف زاد 1000 اوفر 2 وزاد 1000 اوفر 2 ايكوال 1 ماينس 1000 تمام؟ طيب تاني حاجة، طيب احنا عندنا الزد في ال بالنسبة للاكس بار الزد هتكون ايه؟ 1000 اوفر 2 الزد بالنسبة لنا هنا هي اكس بار ماينس المين اوفر ستاندرد ديفيشن اللي هو عبارة عن سيجما اوفر روت ان تمام؟ طيب 2 ماينس 1000 اوفر 2 جميل؟ طيب انا هنا عايز في الاخر اللي انا عايز اعمله من ده ان انا اخلي المين هي السبجكت، فتكون المين بتوين تو انترفلز، فيبقى كده خلاص انا طلعت الانترفل استيميت بتاعي. طيب هعمل ده ازاي؟ ان احنا هنبتدي الملتبلاي ده هنا ونودي ده هناك لحد ما في الاخر يكون المين بتوين تو انترفل او بتوين انترفل، يعني فهقول والله المين بيكون ما بين الفاليو دي الفاليو دي وذ برسنتج 1 ماينس 1. ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. طيب هنعمله ازاي؟
فجينا نكتب اللي احنا كتبناه دلوقتي من البروبابيليتي من نيجاتيف ستات الفا اوفر 2 لحد من الاكس باور ماينس مي اوفر ستاندرد ديفيشن من روت ان زائد الفا اوفر 2 تطلع ايكوال 1 ماينس الفا. البروبابيليتي يعني ان الاكس باور ماينس مي اوفر سيجما اوفر روت ان ان هي تكون بين التو فاليوز دول هي ايكوال 1 ماينس الفا. قلنا ان احنا عايزين نخلي دي هي السبجكت. اول حاجه احنا بنودي ده هنا وبنودي ده هنا، نعمل ده ملتبلاي باي ده وده ملتبلاي باي ده، فهتبقى probability of negative z alpha over 2 times sigma over root n between x power minus mu او من x power minus mu يكون between ده and z alpha over 2 times sigma over root n equal 1 minus n. تمام؟ طيب اللي باقي بالنسبه لي عايز اخلص منه الاكس بار والنيجاتيف ساين بتاعت الميه. اول حاجه هخلص منها اسهل الاكس بار، هوديها هنا بالنيجاتيف ساين وهنا بالنيجاتيف ساين، هتكون عندي probability of negative z alpha over 2 times sigma over root n minus x bar وهنا alpha over 2 times sigma over root n minus x bar. تمام؟ كل ده يكون لسه 1 minus الف. اللي باقي هنا عشان اخد المين واقول ان هي بتوين التو انترفلز دول النيجاتيف ساين، هعمل ايه؟ هروح اعمل تايمز نيجاتيف 1 هنا وهنا، بس عشان اعمل تايمز نيجاتيف يبقى لازم اغير التو سايدز. تمام؟ فعايزين نعمل هنا تايمز نيجاتيف 1 وهنا تايمز نيجاتيف 1، فهنعمل probability of، فاحنا قلنا عشان اعمل تايمز نيجاتيف هنا وتايمز نيجاتيف هنا هنودي دي هناك ونجيب دي هنا، فعايز هنجيب دي هنا اهو هتبقى تايمز نيجاتيف 1 فهتبقى نيجاتيف زد الفا اوفر 2 تايمز سيجما اوفر روت ان، وبدل ما هي ماينس اكس بار هتبقى بلس اكس بار، فممكن نحط حتى الاكس بار هنا عشان تكون اسهل شويه. الاكس بار ماينس زد الفا اوفر 2 تايمز سيجما اوفر روت ان بتوين او الميو هتكون بتوين الفاليو دي اند الفاليو الثانيه اللي هي هتكون بوزيتيف زد الفا اوفر 2 تايمز سيجما اوفر روت ان، هبقى الاكس بار قلنا الاول احسن، تبقى اكس بار بلس زد الفا اوفر 2 تايمز سيجما اوفر روت ان. في الاخر البروبابيلتي ان المين تكون بتوين ذيس تو فاليوز ايكوال 1 ماينس الفا. ده كده في الاخر اللي احنا عايزينه. البروف ده مش علينا ان احنا نعرفه، ولكن في النهايه اللي عليا ان انا اعرفه ان المين في الاخر هيكون بتوين ذيس تو فاليوز. هلاقي كده في الاخر الانترفل اللي هيكون الميو ما بينه، ممكن نسبرايز ده دلوقتي نقول الـ upper confidence limit upper
confidence. Limit x bar minus z alpha over 2 في sigma over root n هي lower confidence limit. تمام؟ طيب الانتربريتيشن بتاع الموضوع ده نوعا ما هيفهمنا الحاجه بشكل اكتر. طب استنى ها ابدا ايش طيب فتاني احنا قلنا ان احنا عندنا 1 ماينس الفا ده كده الكونفدنس ليفل وعندي اكس بار بوزيتيف نيجاتيف زائد الفا اوفر 2 تايمز سيجما اوفر روت ان ده كده الكونفدنس انترفيل بتاعي. تمام؟ طيب عشان انتربريت الكلام ده وعشان اشرحه او افهمه ازاي بقول انا هنا ان انا اي 1 ماينس الفا بيرسنت شور ذات the new value will be included between x bar plus z alpha or any point z alpha over 2 the sigma over root n and x bar plus z alpha over 2 سيجما اوفر روت. ده في النهايه الريزلت اللي انا بطلع بيه، ان انا مثلا لو كان في كونفدنس ليفل بتاعي 1 ماينس الفا فانا اقول اي 1 ماينس الفا بيرسنت، فانا صدق ان دي كانت 95 اقول 95% شور ذات ذا نيو فاليو ويل بي انكلودد بتوين اكس بار ماينس زد الفا اوفر 2 في سيجما اوفر روت ان واكس بار ماينس زد الفا اوفر 2 في سيجما اوفر روت ان. طيب طب البروسيس دي بتمشي من الاول ازاي؟ يعني انا فلنفترض مثلا ان انا عايز اعرف المين بتاع الدرجات بتاع ال 1500 طالب بتوع سنه اولى في الستاتستكس. ايه الستبس اللي انا اعملها بحيث ان انا اعمل استيميشن بدل ما اعمل سيرفي للبوبيليشن كله؟ اول حاجه انا هحدد يعني هقول مثلا ان انا عايز الكونفدنس ليفل بتاعي فلنفترض ان هو يكون 95%. تمام؟ فكده انا معايا خلاص ال 1 ماينس الفا. جميل؟ طيب من خلال ال 1 ماينس الفا دي هعرف اجيب الفاليو بتاعتي اللي هي الزد الفا اوفر 2. جميل؟ طيب الستاندرد ديفيشن سنس ان هي نون فهي بتبقى معايا وانا بحدد السامبل سايز بتاعتي. فلنفترض ان انا حددت السامبل سايز بتاعتي مثلا سي ان انا هاخد 100 طالب. تمام؟ فانا دلوقتي معايا ان انا هاخد 100 طالب وجبت الزد الف اوفر 2 عشان انا اصلا معايا 1 ماينس الفا. يعني انا دلوقتي فلنفترض ان انا حددت ال 1 ماينس الفا دي تبقى 0.95%. فيبقى الالفا 0.5 يعني الحته دي 0.25 تبقى الحته دي 0.025. فكده انا معايا الزد الف اوفر 2. تمام؟ ومعايا الزد النيجاتيف زد الف اوفر 2. فانا كده خلاص معايا الفاليو دي والستاندرد ديفيشن هو مديهوني بيبقى كده. والان انا هحددها مثلا سيب 100 ولو انا بحل السؤال اللي هو ايه السامبل سايز بكام والاكس بار بتبقى المفروض معايا جيفن او لو مش معايا جيفن بمسك الداتا وبجمعهم وبقسمهم على عدد. تمام؟ بس هو في الغالب بيديها لي جيفن وبابلاي الفورمولا دي بيطلع لي اللور اللي هو بيطلع لي اللور كونفدنس ليفل او اللور كونفدنس ليميت والابر كونفدنس ليميت. فهقول في الاخر ان المين اي ام شور with 95% that the average mark of the 1500 students lies between اللي هي x bar plus z alpha over 2 times sigma over root n and x bar minus z alpha over 2 times sigma over root n. ده في النهاية بيكون الـ interpretation بتاعي. طيب فنيجي بقى لآخر نقطة بعد ده وهي الانفورميشن اللي بناخدها وعلاقتها بالويدث بتاع الانترفيل. يعني مثلا هل لو انا جيت قلت المرتب الناس او مثلا سي لو جيت قلت الافرج بتاع المارك بتاع الستودنت اللي هنا في الكليه هيكون لو انا الامتحان سي مثلا من 100 هقول باذن الله الستودنت اللي في الكليه ممكن يجيب ما بين 20 ل 80 وانا 100% متاكد. هل المعلومة دي قيمة؟ لا طبعا. طب يبقى معنى كده ان الويدث بتاع الانترفيل
بيأثر بشكل مباشر على الانفورميشن. كلما الديت ويث واسع زي اللي انا قلت عليه ده كده، كلما الانفورميشن قلت شويه. ولكن لو جيت قلت مثلا الافريج بتاع الستودنت هنا في الكليه هيكون جاي بين 60 اند 70، لا دلوقتي في معلومه ومعلومه قيمه اكتر بكتير جدا من الاولاني. فهو جنرالي از الويث بتاع الانترفيو بيزيد، اليوزفلنس اوف الانفورميشن بتقل، ولما الويث بتاع الانترفيو بيقل اليوزفلنس اوف الانفورميشن بتزيد، بستفاد منها بشكل اكتر. ودي اخر بوينت عندنا هنا في الشابتر ان شاء الله. Information and classroom. I will take the conclusion اللي طلعنا بيها هنا as with increase، يعني as ان الانترفل يكون wider اكتر، the usefulness of information decrease وفايس فيرسا والعكس صح. تمام؟ طيب هل الويدث ده انا اقدر اتحكم فيه؟ يعني هل انا بهدايا ان انا اقدر اضيق او اكبر الويدث؟ بهدايا. طب عن طريق ايه؟ معانا ثلاث حاجات نقدر نتحكم فيهم او نقدر نتحكم بيهم في الويدث. اول حاجه الستاندرد ديفيشن، تاني حاجه السامبل سايز، وتالت حاجه الكونفدنس ليفل. هنشوف كل واحده فيهم الريليشن شيب بتاعتها مع الويب دلوقتي. احنا عندنا دلوقتي في 3 فاكتورز كنترولينج ذا انترفل. Number one, standard deviation. Number two, sample size. Number three, the confidence level. تمام؟ فهنبتدي أول واحدة فيهم وهي standard deviation. طيب. الستاندرد ديفيشن لو احنا عملنا دبل الستاندرد ديفيشن ده بيدبل الانترفل بالظبط. هو الستاندرد ديفيشن هو اكتر فاكتور ليه انفلونس على الانترفل، فهو هنا الموست انفلونشال، اكتر فاكتور فيه اكتر فاكتور فيه بيأثر على الانترفل ويدث. طيب بيأثر ازاي او ايه الريليشن شيب بالظبط اللي ما بينهم؟ دبل ستاندرد ديفيشن بي دبل الانترفل ويدث. يعني لو كان عندي الانترفل مثلا فنفترض ان دي كان، يعني الانترفل زي اللي احنا قلنا عليه المارك دلوقتي الافريج مارك، انا قلت ان هو الثاني اللي احنا قلنا عليه كان من 60 ل 70، فنفترض مثلا ان الستاندرد ديفيشن هنا كانت 2. اوكي لو خلينا الستاندرد ديفيشن 4، احنا هنا كان الويدث عباره عن 10. لو خلينا الستاندرد ديفيشن 4 الويدث هيوصل هيبقى 1، هيروح زي هنا هيزيد هنا 5 وهيروح زي هنا 4 هيبقى سوري هيزيد هنا 10 وهيزيد هنا 10 فهيبقى من 50 ل 80. او هو هنا كان 10 بقى هنا سوري هيبقى هيزيد هنا 5 هنا 5 هيبقى من 55 ل 75. فدبلنج الستاندرد ديفيشن عامل دبلنج للجاب اللي ما بين الرقمين دول، كان هنا الجاب 10 بقت هنا الجاب 12. تمام؟ ده كده الريليشن شيب اللي ما بين الستاندرد ديفيشن والانترفل ويدث. وقلنا ان هي اكتر حاجه اكتر فاكتور من الثلاثه اللي احنا قلناهم بيأثر على الانترفل ويدث هو الستاندرد ديفيشن. الفاكتور الثاني وهو السامبل سايز بيأثر جدا على الانترفل ويدث برضه، ولكن يمكن بإفكت أقل شوية من بتاع الستاندرد ديفيشن.
هي بالمنطق حتى لو احنا قعدنا هي السامبل سايز زيادتها هي زياده في تكلفه السيرفي اللي انا بعمله. لو انا قعدت اخد سامبلز اكتر كلما كانت النتيجه بتاعتي ادق وكلما كانت قريبه اكتر من المين، وده احنا خدناه يمكن في تشابتر 9 ان السامبلنج ديستريبيوشن انا دلوقتي هستميت المين. السامبلنج ديستريبيوشن اوف اكس بار لو كانت الان ايكوال مثلا 20 بيكون مور سبريد بكتير جدا عن لو كانت الان ايكوال 30 او 40. كل ما نزود الان كل ما الديستريبيوشن هيبقى كلوزر للمين، فكل ما هقدر اجيب انترفيو ويت يكون قريب فيكون يديني في النهايه معلومه مفيده اكتر من لو كان الويت كتير. الريليشن شيب بالظبط اللي ما بين السامبل سايز وبين الانترفيو ويت ان انا لو عملت الان اللي هي السامبل سايز لو عملتها تايمز 4 الويت هيقل النص. يعني لو كان الويت زي المره اللي فاتت كان الويت بين 60 و 70 كان 10 وانا كنت ماسك بدل ما مسكت مثلا 100 ولد خليتها 400 فهيبقى الويت هيكون 5 بعد ما خدت 400 بدل ال 100. تمام؟ ده كده الفاكتور الثاني. اخر فاكتور خالص في الثلاثه وهو الكونفدنس ده. السامبل سايز صحيح لو زودتها ده هيقلل الويت ولو قللت الويت ده هيزود اليوزفلنس بتاعت المعلومه بتاعتي، بس المشكله ان ده بيزود فلوس كتير. يعني انا عشان اعمل اضرب ال 100 في 4 دي فانا بضرب كل حاجه في 4، بضرب البوست في 4 والجهد في 4 والوقت في 4، فمش دايما ممكن الاقي في المفيد. اخر فاكتور بقى وهو الكونفدنس ليفل وهو الانفلونس بتاعه اقل من السامبل سايز واقل بالضروره من الستاندرد ديفيشن. ان انا لو يعني انا قلت انا لو خليت الكونفدنس ليفل بتاعي 95% فمعنى كده ان انا باخد الحته دي كلها. تمام؟ بافتراض ان دي 2.5% ودي 2.5% فانا باخد الحته دي كلها. طب انا لو قللت الكونفدنس ليفل خليته مثلا 90% فهيبتدي الحته اللي معايا هتبتدي تضيق. فان انا لو ضيقت او لو خليت الانترفل اللي معايا نرول فاللي هيحصل ان الكونفدنس انترفل كمان هيكون نرول وده هيزود اليوسفلنس بتاعت الانفورميشن. فبدل ما هاخد ما هيكون في الاول كان هيكون معايا كل ده، دلوقتي مثلا لو خليتها 90% هيكون معايا الحته دي بس. ففي النهايه هيكون البرودكت هيكون فيه نرول انترفل ولكن بكونفدنس ليفل اقل. يعني انا هنا فنفترض بدل ما لقيت الويب مثلا سي 100 عند كونفدنس ليفل 95% دلوقتي الويب ممكن سي مثلا يكون 80 عند كونفدنس ليفل 90%. تمام؟ طيب العيب اللي بدا ايه بقى؟ ان انا هنا واثق في النتيجه بتاعتي دي بنسبه 95%. يعني انا لو مسكت 100 انترفل هلاقي 95 منهم النتيجه بتاعت فيهم صح و5 منهم نتيجتي فيها غلط. انما هنا هلاقي 90 منهم نتيجتي صح و10 منهم نتيجتي غلط، فانا دلوقتي الارب عمال يزيد. فده العيب ان انا اقلل الكونفدنس ليفل عشان اقلل ازود الويت. عشان سوري عشان اقلل الويت. ان انا لو قللت الكونفدنس ليفل يعني فبالضروره الاكيرسي برضه بتقل. بس فده بالنسبه للريليشن شيب ما بين الكونفدنس ليفل والويت. وهي الريليشن شيب ما بينهم هي دايركت ريليشن شيب. لو زودت الكونفدنس ليفل الويت هيزيد، لو قللت الكونفدنس ليفل الويت هيقل. طيب دي كده اخر حته في النقطه دي. ندخل السلام عليكم. احنا كان باقي تشابتر ديستنيشن اخر حاجه خالص وهي ازاي نديتيرماين ذا سامبل سايز. اول حاجه عشان نعرف نديتيرماين سامبل سايز الاول هناخد حاجه احنا خدناها قبل كده في الترم الاولاني اسمها السامبلنج ايرور. سامبلنج ايرور هو الديفرنس اللي ما بين السامبل ستاتستيك والبوبيليشن بارامتر. فلو هو ممكن نعرفه كده هو اللي هو الديفرنس بتوين ذا ستاتستيك and parameters. طيب عندي هنا في عشان احنا اصلا لما بيبقى استيميت بيبقى في الاخر الكونفدنس انترفل بتاعي اللي هو اكس بار بوزيتيف نيجاتيف
زائد الفا اوفر 2 تايمز ستاندرد ديفيشن اوفر روت ان. هو ده بالنسبه لي بيكون السامبلنج ايرور اللي بنسميه هنا ايرور اوف استيميشن. فده بنسميه الايرور اوف استيميشن. وعندنا حاجه اسمها الباوند اوف ايرور اوف استيميشن. ده هو البي دي اللي هي زد ال اوفر 2 سيجما اوفر روت ان. كان عندنا السامبلنج ايرور اللي هو الديفرنس بين البارامتر. ده عندنا هنا في الاستيميشن اسمه ايرور اوف استيميشن. ايرور اوف استيميشن ده ليه باوند. الباوند اللي هو زد ال اوفر 2 سيجما اوفر روت ان بنسميه باوند اوف ايرور اوف استيميشن ونكتبه دي. تمام؟ طيب فانا دلوقتي عندي هي عبارة عن زد الفا اوفر 2 سيجما اوفر روت ان. لو انا عايز اجيب الان هخلي الان صبجي. تمام؟ فاول حاجة هنعمل ديفايد زد الفا اوفر 2. الكوب مش عليه بس الاخر الفورمولا اللي هاخدها في الاخر هي اللي عليه. فهتبقى عندي بي اوفر زد الفا اوفر 2 سيجما اوفر روت ان. هنعمل ممكن نقلبهم الاثنين عشان اخلي الان هي اللي فوق. فهتبقى عندي زد الفا اوفر 2 over b equal root n over sigma. ممكن نعمل sin sigma هنا sin sigma هنا. فهنعمل هنا sin sigma وهنا sin sigma. هتبقى في الاخر عندي z alpha over 2 sin sigma over c equal root n square root. طيب هشيل الروت كده خلاص هعرف اجيب فورمولا للان. فتبقى الان عندي من ازاي زد الفا اوفر 2 تايمز سيجما اوفر دي. فهو لو اداني انا كده كده الستاندرد ديفيشن معايا كده. لو اداني كونستنت ليفل يعني لو قال لي مثلا ان الكونستنت ليفل 95% فيبقى الالفا عندي ب 5%. وان ستنس ان انا معايا الالفا هعرف اجيب زد الفا اوفر 2 والستاندرد ديفيشن كده وبيديني الباوند اوف ايرور. مثلا بيقول لي انا عايز الباوند اوف ايرور يكون 2 يونت. خلاص انا معايا الـ 3 جيفنز دول هعرف اجيب الالفا. بس وانس ان انا جبت الان كده انا عرفت انا استنى الطيب ده اللي هستخدمها كده قد ايه. هو ده اللي احنا محتاجينه في البوينت. فده كده بالنسبه للان في حال ان احنا عندنا لو احنا عايزين نحدد السامبل سايز للاستيميشن بتاع البارامتر. اخر حاجه خالص عندنا في الشابتر وهي ازاي نستيميت البارامتر المختلف وهو البوبيليشن بروموشن. ده شرح في الاي بي سي انما ما شرحش فيه بس في الغالب هيكون عليه. هي البدايه هي نفس الفكره بالظبط. نفس الفكره برضه هتبقى فيها بوزيتيف نيجاتيف زائد الفا اوفر 2. طيب الفكره بس هنا ان الستاندرد ديفيشن هو مش سيجما اوفر روت ان. هو هيكون روت بي هات تايمز 1 ماينس بي هات اوفر ان. احنا اصلا الستاندرد ديفيشن بتاع البي هات كان عباره عن بي تايمز 1 ماينس تي اوفر ان. بس اصلا البارامتر اتقال نون. فعشان كده بنستبدل البي بالبي هات بيبقى في عندنا بعض من الايرور ولكن بنتغاضى عنه. مثلا ما تبغاش حد ان انا اجيب يد اصلا البي اظن انا رايح. تمام؟ فهي دي الفورمولا اللي حاجتها هيبقى معايا كده اللور كونستنت ليفل والابر كونستنت ليفل. خلاص كده هيكون معايا الكونستنت انترفيو. ده لو جبت لنا ان احنا ازاي نستميت population proportion من الـ sample proportion وكده. الشابتر الثاني يكون خلص. السلام عليكم.